والادب والذوق العام. اليوم قامت اليوم هيئة الإعلام والاتصالات مكتب المنطقة الجنوبية فرع ذي قار بتعاون مع نقابة الصحفيين ندوة أو ورشة تدريبية حول السلوك الإعلامي، وقمنا بتعريف اللائحة للإخوان الصحفيين، وكانت هناك مداخلات جيدة. يعني بصراحة أنه نهدف إلى أنه يكون الإعلام هادف ويكون الإعلام ملتزم، وكما تعلمون أنتم أنه هنالك من يعني يكون عند الإعلام مهنة، وهذه المهنة صارت يعني بدون ضوابط بصراحة. فالهيئة تقيم خلال هذه الفترة تقيم على أنه تضع ضوابط للمؤسسات الإعلامية والإخوان الصحفيين والإعلاميين. طبعا اليوم هناك تعاون بين نقابة الصحفيين العراقيين فرع المثنى وكذلك هيئة الاتصالات والإعلام المنطقة الجنوبية، وهذه الورشة التي تعقد هنا في مدينة السماوة حول مدونة السلوك الإعلامي. الصحفيين يستفيدون من القرارات الصادرة أو المعمول بها بالعراق، وكذلك كيفية مراقبة هيئة الاتصالات والإعلام لكل البرامج وكل ما ينشر عبر الفضائيات والمنصات الإعلامية وكذلك السوشيال ميديا بشكل عام. أيضا هي فرصة لزملائنا الصحفيين أن يتعرفون على هذه القوانين والالتزام بهذه المواثيق التي نعمل بها بالدولة العراقية. نأمل من زملائنا الصحفيين الاستفادة من هذه الورش ومن هذه الندوات لتطوير عملهم بشكل عام. السياسيين سواء كانوا عراقيين أو غير عراقيين.